المريض عندما ينهى عن بعض الأتربة أو عن بعض الأطعمة الحلال حفاظا على صحته وسلامته ثم لا يلتزم بهذه النصيحة هل يكون عقابه كعقاب من يشرب أو يأكل الطعام المحرم شرعا فالمريض قد يعذب نفسه بالهلاك من خلال الأكل والشرب الحلال عادة فهل يكون أكله حينئذ كأكل الربا وأكل الطعام المحرم اصلا يوجهنا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. لا شك ان المريض ما نهي عن بعض الاطعمه المباحه وبعض الاشربه لانها تضر او تضاعف عليه المرض انه ينبغي له الالتزام بذلك حفاظا على صحته وتعاطيا للاسباب المباحه وتجنبا للالقاء الى تهلكه لكنه لو شرب او اكل من ذلك انه لا يحرم عليه كما يحرم عليه الربا والمحرمات من المآكل والمشارب لا يحرم عليه ذلك لأن هذه أشياء مباحة ولكنه منع منها طبيا لأجل الحفاظ على صحته فيكون مخالفته لذلك خلاف الأولى خلاف الأفضل أما أن ذلك يحرم عليه فلا أرى أن هذا مما يحرم عليه. جزاكم الله خيرا.